يقول السائل: ما المراد بالبدعة وما ضابطها وكيف يتخلص المسلم من البدعة؟ البدعة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث في الدين من العبادات ما ليس عليه دليل، ما أحدث في الدين مما ليس من الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه هي البدعة. نعم.